بصيص ضوء وسط عتمة كورونا، بوادر تراجع في عدد المصابين بالفيروس في بعض أنحاء أوروبا، يوم للبهجة في إسبانيا بعد طول معاناة، تسجيل أدنى معدل للإصابة بالفيروس خلال أسابيع، لكن السلطات لا تأمن جانب الفيروس. أعلنت استمرار الإغلاق على لسان وزير الصحة على الرغم من تراجع حصيلة الوفيات لليوم الثالث على التوالي. انخفاض طفيف في عدد الإصابات والوفيات في إيطاليا، غير أن السلطات تخشى أن يأخذها الفيروس القاتل على حين غرة. طالبت المواطنين بتوخي الحذر ومقاومة إغراء الطقس الربيعي الصحو والتزام بيوتهم. في الدنمارك قررت السلطات إعادة فتح المدارس ومراكز الحضانة النهارية خلال الأيام المقبلة لتخفيف قسوة الإغلاق بعد انخفاض عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، لكن الصورة ما زالت قاتمة في أماكن أخرى. فبريطانيا ما زالت تئن تحت وطأة الوباء، حصيلة الوفيات والإصابات في ازدياد، المواطنون رهناء منازلهم ولا يسمح لهم بالخروج إلا للضرورة القصوى، ومن ذلك ساعة واحدة فقط للتمارين اليومية. أما في الولايات المتحدة فقد سجلت حصيلة الإصابات والوفيات أرقاما قياسية، البلاد تحبس أنفاسها، إذ تشير تقارير إلى أن تفشي المرض فيها سيبلغ ذروته في الأيام المقبلة ليحصد مزيدا من الأرواح قبل أن يبدأ في الانحسار. انحسار دائرة تفشي الوباء في بعض البلدان الأوروبية مبعث أمل وتفاؤل للبشرية بأن ظلمة كورونا إلى انقشاع ولو بعد حين.